نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مساء الخير. يخيم الهدوء على طول الخط الأزرق في الجنوب اللبناني بالرغم من تحليق كثيف للطيران المعادي غدا تحذيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لإسرائيل بالرد بقوة على أي اعتداء، إلى أن القوات الإسرائيلية وصلت رفع الجدار عند الحدود مقابل كفركلة وفي الوزاني. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن حزب الله بدأ عملية حفر الأنفاق في العام 2005. وفي دمشق اجتماع عسكري روسي سوري حول التطورات الممكنة، وآخر إيراني سوري غدا حيث يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني الأسد في وقت يرجح عقد اجتماع روسي إيراني في 48 ساعة المقبلة لعرض ما يمكن أن يؤول إليه الوضع في سوريا بعد استبدال القوات الأمريكية الانسحاب بالبقاء في التنف، وكذلك الاستعداد التركي للانتشار في منبج رغم تأكيد أنقرة على اتفاق أضنة بالشكل الذي تفهمه، واعتبار دمشق الاتفاق غير صالح لدخول القوات التركية الأراضي السورية. أما محليا فالأسبوع الطالع أسبوع للحسم الحكومي، فإما حكومة خلال أيام وإما اعتذار للرئيس عن التكليف وعودة إلى المشاورات الرئاسية النيابية من جديد. وقد قطع الرئيس الحريري شوطا كبيرا في تدوير الحقائب، واعتبر كلام السيد نصر الله عن جهود الرئيس المكلف دافعا لعملية التأليف الحكومي. وهذا المساء في الخارج أعلن عن مقتل وجرح وفقدان عدد من الأشخاص في مدينة لاهاي الهولندية جراء انهيار مبان، وذكر أن السبب انفجار وسائل تدفئة بالغاز. وفي فنزويلا يبقى الصراع قائما بين المنقلب والمنقلب عليه، وإسرائيل انضمت إلى الإدارة الأمريكية بالاعتراف برئيس البرلمان رئيسا للبلاد. رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة حددتها دول أوروبية للدعوة لإجراء انتخابات في بلاده خلال 8 أيام، ووصف تلك الدول بالوقحة، وأضاف إن زعيم المعارضة خوان غويدو انتهك الدستور عندما أعلن نفسه رئيسا للبلاد. مادورو أعلن أنه منفتح على الحوار وأن احتمال عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم أنه غير مرجح إلا أنه ليس مستحيلا. وفي تطور متصل بالأزمة، أعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا أنه لم يعد يعترف نيكولاس مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، داعيا أشقائه العسكريين لتأييد خوان غويدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد. وأكد سيلفا وهو أعلى دبلوماسي عسكري فنزويلي معتمد في الولايات المتحدة أنه تحدث مع رؤسائه في كاراكاس لإبلاغهم بقراره. إسرائيل أعلنت أنها تعترف بخوان غويدو رئيسا للبلاد، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنضم إسرائيل إلى الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبية في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا. من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دول العالم لاختيار جانب في أزمة فنزويلا، وحث على دعم زعيم المعارضة الفنزويلية والدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن. وكان بومبيو يتحدث أمام مجلس الأمن الذي اجتمع بناء على طلبه بعد أن اعترفت واشنطن وعدد من دول المنطقة بغويدو رئيسا لفنزويلا، وحثت مادورو على التنحي. من القاهرة، الرئيس السوداني عمر البشير أكد أن هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها السودان. تتواصل الاحتجاجات شبه اليومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 من كانون الأول للمطالبة بوضع حد للمصاعر الاقتصادية، وذلك في أطول تحد لحكم عمر البشير المستمر منذ 3 عقود. الرئيس السوداني لفت إلى محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان، وقال عقب محادثات أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة إن هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة. وفيما يخص السودان، الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندعي عدم وجود مشكلة. وأضاف البشير هناك محاولات لاستنساخ قضية الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه استطرد أن الشعب السوداني متيقظ.
الرئيس المصري بدوره قال إن زيارة البشير للقاهرة هي تتويج للجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشاد البشير بزيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم في بداية الأزمة، ووصفها بأنها كانت رسالة للشعب السوداني وآخرين ودعما لاستقرار السودان. ومنذ بدء الاحتجاجات تشير التقديرات الرسمية إلى سقوط 30 قتيلا بينهم 2 من أفراد الأمن. أهلا بكم من جديد. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل زار بلدة الخيام لتهنئة مسؤول المنطقة الرابعة في حركة أمل الحاج حسين سويد بحضور وزير المالية علي حسن خليل، وتطرق المجتمعون إلى الوضع الحكومي آملين تشكيل الحكومة قريبا، خاصة بعد الأجواء الإيجابية التي سادت خلال زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للرئيس بري. كما تباحث الطرفان في أوضاع المنطقة، لا سيما موضوع زيت الزيتون والسبل تصريفه وإعطاء التعويضات للمزارعين والتي وعد بها وزير المال بصرفها فور إحالتها من الهيئة العليا للإغاثة. برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ممثلا بالنائب بلال عبدالله، عقدت جمعية الخريجين التقدميين مؤتمرها في فندق متروبوليتان. أن أبو عبد الله ذكر بمحطات العلمانية والعروبية للحزب الاشتراكي وتطرق إلى تعقيدات الوضع السياسي وعملية تأليف الحكومة. ومن يزايد علينا اليوم بالممانعة نقول له نحن فتحنا طريق العروبة إلى لبنان. نحن فتحنا طريق المقاومة ضد العدو الإسرائيلي. ولمن يحاورنا على وزارة هنا أو منصب هناك أيضا نقول له نحن تنازلنا عن أول وزير. مطلوب أكثر؟ خذوا الصناعة والزراعة والنفط والبيئة. تعرفوا الشعر التونسي شو قال؟ خذوا المراكز والمناصب بس تاكل البلد. فتحت شهية سادر ووزارة البيئة نهم البعض فيردون تبديل الحقائب. شهية الكثيرين لسلس ضامن أو معطل أو إلى آخره. كل هذه الأمور أيتها الرفيقات والرفاق لن تبني وطنا، لن تبني اقتصادا يتناحى، لن تبني مجتمعا بدأ يفقد كل القيم، لن تبني وحدة وطنية بدأ الفساد ينحر كل مؤسساتها. حياتيا اعتصام للناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومطالبة بحل قضيتهم وتوضيح سبب ركود ملفهم. نفذ الناجحون في مجلس الخدمة المدنية اعتصاما في ساحة رياض الصلح للمطالبة بالعمل على حل قضيتهم بحضور النائبين بلال عبدالله وجميل السيد وناشطين من المجتمع المدني والمحامين والأكاديميين. الناجحون وفي بيان مشترك قالوا نحن فئة من الشباب جمعنا سوء الحظ إذ وثقنا ببلدنا رغم هرمه، لم نأتي لنطالب بمعالجة النفايات ولا حتى مشكلة تصدر بلدنا بنسبة المرض الخبيث ولا ضمان الشيخوخة رغم أهمية تلك المطالب، لكن نحن اليوم نطالبكم ونتمنى عليكم إعطائنا حقنا المكتسب في لقمة أطفالنا وعيش كريم يؤمنه مرتب لا يغني من جوع. وأضاف الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لا نريد أن نذكركم بالتنفيعات الانتخابية والـ5000 وظيفة التي تم التعاقد معها قبل الانتخابات، إنما نسألكم لماذا وافقتم على إجراء مباراة إن كنتم غير محتاجين. وإذ توجه الناجحون إلى المسؤولين بالسؤال عن سبب ركود الملفات وإيجاد الحلول وأخذ موقف واضح من المراسيم والمساعدة لإقرارها، ناشدوا حماية مجلس الخدمة المدنية الملجأ الوحيد لمن ليس له إلا كفاءته التي لا تنصفها سوى تلك المباريات النزيهة التي يجريها المجلس.
عقد النائب السابق اسماعيل سكري مؤتمرا صحفيا لتبيان بعض الامور الكبيره والخطيره امام الراي العام اللبناني في وزاره الصحه وبرامج الامم المتحده كما قال موضحا اثنين منها. الخلل الاداري الفاضح في وزاره الصحه. القيمون على المحاسبه لا يحمل اي منهم اجازه في المحاسبه. مديريه العنايه الطبيه يشغلها موظفون غير اطباء وهم غير مؤهلين وبالتكليف خلافا للقانون، مع العلم ان هناك مجموعه من الاطباء في الملاك وان مدير العنايه الطبيه الحالي هو طبيب اسنان وهذا مخالف القانون. رئيس القسم الاداري في المستشفيات مخبري فني. رئيس دائره المستشفيات حائز على شهاده في المعلوماتيه، كما ان المشكله ذاتها موجوده في مديريه الوقايه الطبيه من حيث يشغلها وتشغلها موظفات غير مؤهلات بدلا من أطباء. الأكثر غرابة أن مصلحة طب العمل شبه غائبة ورئيس الحجر الصحي ليس لديه مكتب، وهنا يتحمل مجلس الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة من خلال الموظف المسؤول الذي يجدد العقود المخالفة سنويا للقوانين. الثانية، برامج الأمم المتحدة وهي أم الفضائح وهي سر الأسرار في الوزارة، لا أحد يعرف عنها شيئا إلا القابضين عليها منذ عقود. تتصاعد موازنتها سنويا حتى وصلت 100 مليون دولار مؤخرا، تصرف دون معرفة أوجه الصرف وتحت عناوين توظيفات ودراسات يغلب عليها الطابع التنفيذي. في الأسواق اللبنانية بطاطا مغشوشة، ففي حسبة صيدا وضعت فرق وزارة الاقتصاد يدها على صفقة من 9 أطنان من البطاطا والمصابة بالعفن البني وقد بيعت للمستهلكين قبل اكتشاف أمرها، فحذر البطاطا المغشوشة. كشف مندوبون من وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوة من مكتب صيدا في المديرية الإقليمية لأمن الدولة في الجنوب على أحد محال بيع البطاطا بالجملة في حسبة صيدا لبيع الخضار والفاكهة على أثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع البطاطا الفاسدة في صيدا، حيث تبين أن البطاطا الفاسدة كانت ضمن حمولة شاحنة من البطاطا اشتراها هذا المحل من أحد التجار في البقاع. ردينا 9 طن الا شوي لانه بعد في عالم بعيده راح يجيبوا لنا اياهم اليوم وعلى بكره بنرجع لهم حقهم، وحكيت مع صاحب البضاعه ابراهيم الترشيشي اسمه، قال لي البضاعه مش مبينه هي من برا هو مش عارفها، قال لي انا مستعد يا اخي رجع البضاعه كلها تلفوها ومستعد اي واحد دفع حقه عود رجعوا له حقه لو بالزايد رجعوا له حقه، مهم نكبها هي البضاعه، ما حدا متهرب من الموضوع، مهم تنتلف. تحققنا مع صاحب العلاقه وعرفنا مصادرها ومنا نحقق أكثر بموضوع المصادر ولمين باع، وحيعمل لائحة بالأشخاص اللي بالهم، وإذا في كمية باقية نحن حنرجع نحجزها ويصير في تلف وفق الإجراءات القانونية. وعاين مندوبو الاقتصاد بقايا من البطاطا الفاسدة كان صاحب المحل أتلفها، لكن تبين أن عملية الإتلاف ليست صحيحة، وبناء عليه تم تصدير محضر من قبل وزارة الاقتصاد وتقرر سحب هذه البطاطا من الأسواق والتحقق من المصدر الأساسي لها وإلى أي مناطق وتجار تم بيعها وإعادة إتلاف الكمية المضبوطة في صيدا تحت إشراف وزارة الاقتصاد. وقد حضر من قبل بلدية صيدا عضو المجلس البلدي المهندس إبراهيم الحريري لمتابعة هذا الموضوع. قطر توزع مساعدات غذائية وطبية على اللاجئين السوريين في عكار بمنحة من الأمير تميم. قام وفد من المتطوعين والإعلاميين من دولة قطر بزيارة عدد من مخيمات اللاجئين السوريين في محافظة عكار، حيث كانت المحطة الأولى في مخيم الإنماء في محلة الريحانية في بلد ببنين، فشارك أعضاء الوفد بأحد أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأيتام في هذا المخيم، كما كانت زيارات ومقابلات مع العائلات التي تسكنه مستطلعين عن أوضاعهم واحتياجاتهم، وتم توزيع المساعدات الإغاثية على كامل أسر المخيم. الوفد انتقل إلى مخيم اللجوء في قرية قعبرين في سهل عكار، حيث وزعت 400 حصة غذائية. وفي ختام الجولة أكد ناصر القصيبي باسم الوفد وباسم قطر بأن قطر كانت وستبقى إلى جانب اللاجئين تقدم ما أمكن من المساعدات الإغاثية، وهذه المساعدات بمنحة مقدمة من أمير قطر تميم بن حمد الثاني ومن المحسنين وأهل الخير من أبناء قطر، ونسعى لأن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها. مستشفى جب جنين الحكومي في خدمة أهالي المنطقة بعد عام بعدما بدأت المرحلة الأولى من بنائه.
مستشفى جب جنين الحكومي بناؤه يعتبر إنجاز مهم لمنطقة البقاع الغربي، حيث يفيد عددا كبيرا من أهالي المنطقة خصوصا النازحين السوريين. ويأتي هذا المشروع من ضمن المواصفات العالمية بناء وتجهيزا، وكل ذلك عبر مجلس الجنوب وبقرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليوضع بخدمة الفقراء بالدرجة الأولى. المرحلة الأولى من البناء بدأت لتستكمل بعد ذلك المراحل الأخرى خلال عام، يكون بعدها المستشفى جاهزا لاستقبال المرضى. أحيت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ذكرى استشهاد النقيب وسام عيد الرائد وسام عيد، ووضعت باسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أكاليل من الزهر في مكان استشهاد عيد، وقد أدى الثلة من قوى الأمن التحية لروحه. لفت محافظ بيروت زياد شبيب في كلمة له خلال رعايته احتفالا أقامته الجمعية الثقافية الرومية لمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها، تخلله تكريم لبروفيسور منير أبو عسلي، لفت إلى أن هناك قطاعات ناجحة في لبنان تشكل أسباب أملنا في إعادة النهوض دائما وعلى رأسها التربية والصحة، مثنيا على تاريخ المكرم الحافل في كلا القطاعين. غيب الموت الصحفي إدمون صعب عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض. إدمون صعب كان مدرسة خرج جيلا من الصحفيين في النهار والسفير، وتميز بأسلوب صريح ومندفع وصاحب كلمة حرة وصوت صارخ بوجه الظلم والفساد. التزم قضايا وطنه لبنان وعبر عنه بوضوح وصدق وجرأة. وقد نعى وزير الإعلام الحمريشي الراحل صعب مثنيا على مسيرته المهنية كما نعته نقابة المحررين. تدهورت سيارة على طريق جسر القاضي بين قضائي شوف وعلي، تسبب بمقتل السائق خضر أبو فراج وزوجته نسرين ثابت أبو فراج وإصابة ابنتهما 4 سنوات، حيث بقيت في السيارة طوال الليل وحيدة. وعمل الصليب الأحمر على نقل جثتي القتيلين والجريح إلى أقرب مستشفى، فيما بدأت القوى الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث. أهلا بكم من جديد وإلى الأخبار الدولية. نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله إن اتفاقا مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل، مما يزيد من قلق موسكو ودمشق. ميدانيا استهدف هجوم جوي قاعدة حميميم الجوية التي تعد أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا. مفاوضات أمريكية أفغانية في محاولة لإنهاء أطول حرب تخوضها أمريكا ضد طالبان. وصل المبعوث الأمريكي الخاص زلمي خليل زاد إلى كابول لمحاولة الحصول على تعاون الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد التقدم الذي أحرزه في المفاوضات مع زعماء حركة طالبان بقطر. ومع إشادة خليل زاد ورئيسه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وكذلك مسؤولي طالبان بالتقدم الذي تم إحرازه في اتجاه إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، فإنه يتعين عليه الآن إقناع غني الذي تم رفض طالبان مشاركة حكومته في المحادثات حتى الآن. وذكر مسؤول طالبان أن المحادثات التي استمرت 6 أيام في قطر انتهت بالتوصل إلى العناصر الرئيسية لاتفاق سلام، بما في ذلك جدول زمني مدته 18 شهرا لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد الانتهاء من الاتفاق. وتشمل مسودة الاتفاق تأكيدات من الحركة الإسلامية المتشددة بأنها لن تسمح باستخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، وهو مطلب أمريكي رئيسي. وشملت مسودة الاتفاق تأكيدات مماثلة لباكستان شملت جماعات أخرى. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون في تفجيرين إرهابيين منفصلين بعبوتين ناسفتين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، وكانت محطات تلفزة محلية قد نقلت عن مصدر أمني في وقت سابق قوله إن شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون في التفجيرين. قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجومين مزدوجين بالقنابل على كنيسة في الفلبين. ويأتي الهجوم بعد أيام من تصويت هذه المنطقة التي تقع في جنوب الفلبين والتي
تقطنها أغلبية مسلمة بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي. وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية إن التفجير الأول أدى إلى مقتل مدنيين من مرتدي الكنيسة داخل كاتدرائية جولو في إقليم سولو، وأشار إلى أن التفجير الثاني أدى إلى مقتل 7 جنود في ساحة انتظار السيارات التابعة للكنيسة. اصطدام طائرتين في منطقة جبلية أسفر عن قتلى وجرحى في جبال الألب. لقي 4 ألمان حتفهم في تصادم بين طائرة هليكوبتر وأخرى خفيفة في منطقة جبال الألب، فيما بقية الضحايا من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا. وقال مسؤول في المكتب المشترك لرجال الإنقاذ في الألب والشرطة بمنطقة أوستافالي لا يمكن أن نكشف عن الأسماء لأن بعض العائلات لم تعلم بعد، وأضاف إن الناجيين الاثنين في الحادث هما فرنسي وألماني، والناجي الفرنسي يخضع للتحقيق فيما له صلته بالحادث، إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. وقد اصطدمت الطائرتان في الجو فوق شريط جليدي بمنطقة أوستافالي الواقع على بعد 80 كيلومترا شمال غرب مدينة تورينو، وكان عثر رجال الإنقاذ الإيطاليون على 5 قتلى وشخصين على قيد الحياة يوم الجمعة الفائت، وتم اكتشاف جثتين وسط الجليد على مسافة من حطام الطائرتين، فيما لم يتضح كيف حصل الحادث. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في تمام الساعة 11:30. إلى اللقاء.